دايما بنبدا مع نادينا النادي الاهلي العظيم. الحقيقه النادي الاهلي اختتم خلاص استعداداته في القاهره النهارده، وكان في مباراه وديه تجمعه ما بين طلائع الجيش لاستعداد للسفر ان شاء الله باذن الله. اللعيبه على استعداد كامل جدا لمباراه وبدايه موسم ان شاء الله يكون موسم رائع للنادي الاهلي استكمالا للموسم الاستثنائي في الموسم الماضي. استعدادات كانت قوية جدا الحقيقة للقاء قوي، أول لقاء في الموسم ببطولة، بطولة السوبر الأفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري. الاستعدادات كانت خدت وقت الحقيقة جيد جدا، بداية من معسكر أكثر من رائع في النمسا، ومباراة ودية مع أحد الأندية السلبانية هناك في النمسا، ثم عودة إلى القاهرة واستعدادات جدية الحقيقة وتركيز كامل من كل اللاعبين لإن شاء الله للاستعداد لمباراة كبيرة، مباراة بداية موسم. ودايما المباريات بداية الموسم بتبقى مباريات مهمة، خاصة لما تكون مباراة بتساوي بطولة. بنلاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة صعبة ما فيش شك في بداية الموسم، لكن زي ما حضراتكم شايفين الروح جميلة جدا والتركيز عالي جدا، وكل اللعيبة الحقيقة عملوا معسكر أكتر من رائع في النمسا، رجعوا خدوا 48 ساعة راحة، تم التجمع تاني، وزي ما حضراتكم شايفين كل اللعيبة الحمد لله موجودة بشكل كويس، حالة تفاؤل واضحة على الجميع الحقيقة.